أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. أسامة بن لادن، أول ما نصحت رسولا إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا تبغي المدفع والشاش؟ نعم فأبشر، أما هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة. نعم وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما طالع المقتول؟ قال: وقال إنه كان حريصا على قتل أخيه. ويسجلون على الناس بأنهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم، ببعضها ينصرون دين الله. أنتم تنصرون أهواءكم، أنتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في أمريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون أن الناس مثلكم، يظنون أن الناس مثلكم أنهم دمويون سفاكون للدماء. لا لا، نحن أول من أنكر عليهم من فضل ربي أننا أول من أنكر عليهم. وتأتي الرسائل من الأردن: فلان ما هو كما قلت يا أبا عبد الرحمن؟ ومن الكويت معاتبة. نعم، ولكننا إذا اقتنعنا بأمر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون أحدا ثبت على السنة لليمن نار التحذير من جماعة الفساد؟ لا نعلم أحدا. أنتم تعلمون أحدا؟ فقولوا يا إخوان، أهل السنة في اليمن منذ أراد أسامة أن يشغلها نارا، نحن الذين أنكرنا عليه وأخرجنا الأشرطة في التحذير منه، وماتوا ماتوا من فضل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.